فير بلاي متواصلين للخمسة متاع العشية، نحكي وسبورون يستقبلوا نواصلوا استقبال ضيوفنا. أكيد اليوم الحدث في السيريا بي، الأحداث تسارعت ورا بعضها. اليوم الصباح تفاجئنا بخبر إقالة الكوتش سفيان الحدوسي قبل 3 أيام أو يومين من عودة البطولة. تفاصيل أسباب الكواليس ناخذوها من عند سيد رياض مقداد، رئيس فرق كرة القدم والناطق باسم الهيئة متاع السيريا بي. سي رياض، أهلا بيك. مرحبا يا حسام، وكيف مستمعي اف ام اكسبريس اف ام، وتحيه لزملائنا في اي اف ام. ميسيتش سامع لك كثرت علي تليفونات اليوم هذاك علي. شنو الامور؟ تفضل. والله معناها خونا سفيان الحيدوسي، قبل ما ندخل في التفاصيل معناها نشكره على العمل اللي قام به صلب النادي الرياضي المنزرتي. معناها تم رجع للملاعبين للتمارين، تربص المهديه كان في فترة ما إيجابي، ولكن اليوم معناها حسينا اللي معناها حبل التواصل بين الهيئة المديرة والمدرب سفيان الحدوسي، معناها العلاقة كانت طوندي شوية، هو على أعصابه ونحن على أعصابنا، فما أزمة ثقة. البارح معناها صار إضرار بتاع ملاعبية، دونك نحن مهتمين على مصالح النادي الذي بظهرتي اليوم رينا مصالح معناها باش تم تغيير هذا. هو من البارح ظهر التونسيون شاده شويه بعضها في بنزرت، كان فما غريف الملعبيه، شنو صار؟ شنو التفاصيل؟ علاش الغريف هذا سيرياف؟ والله هو الملعبيه معناها سبق وعبد السلام معناها عمل معاهم معناها كيفاش باش ياخذوا السالير نتاعهم، سيتي بريفي معناها جماعة العيد باش نمدوا لهم سالير. الهيئة المديرة معناها أيمن الزين معناها اللي تولى معناها رئيس النادي الرياضي بالضبط بالنيابة في غياب عبد السلام السعيداني، معناها كان معناها تعهد اللي باش يوفي بالالتزامات اللي تعهدها عبد السلام. نحن كنا نعولوا على معناها فلوس باش تدخل معناها المنحة نتاع السير، مالوريزمون معناها صار البلوكاج هذا، لقينا رواحنا معناها عاجزين باش نسدوا معناها السالير هذا الملعبية. هي معناها هذا هو معناها، والجريف هذا معناها باش الراي العافي بنزرت معناها باش يفهم اللي فهم باش يحس بهم من احباء من غيورين من مؤسسات متصله بالجهه من مسؤولين جهويين. ربما هذه معناها حبينا العباد معناها تفيق اللي معناها مصير نادي بنزرت معناها راهو معناها وضعيه صعيبه. هذا هو. علاش ما دخلتش فلوس ستيف؟ والله فلوس السير معناها هذا ولا مسلسل متواصل من جافي تو عنده 7 أشهر. النادي الرياضي البنزرتي كما حكينا وعودنا نقولوا معناها التمويل العمومي هذا نحن باش ما نغلطوش العباد، فما مشكله نتاع التقرير المالي، ولكن نصوروا فما اجتهادات. نحن مشينا في 80% من المنحه هذه، تم التطمين نتاعنا، ولكن ما رانا الا معناها صارت كوميسيون معناها الجمعه اللي فاتت تم رفض هذايا. طبعا نحن كنا نعولوا على المنحه هذه باش نوفيو بتعهد تاعك في الجهه الملعبيه، الله غالب هذه فورس ماجور اقوى منا. معناها نحن جينا معناها باش ما يصيرش فراغ في النادي الرياضي البنزرتي، حاولنا في العشر جولات هذوما باش نكونوا معناها قد المسؤوليه، باش نوفيو بالالتزامات باش النادي الرياضي البنزرتي يقعد في مكانه طبيعي اللي هو الرابطه المحترفه الاولى. مالوريزمون تجري الريح بما لا تشتهي السفن، اليوم في صراع يومي، الله غالب هذاك هو واقع الكره في تونس. نحب نقول نادي الرياضي البنزرتي راهو ماهوش ملك اشخاص، ملك البنزرتي الكل. نادي الرياضي البنزرتي من حقه زاد باش بالترفيع في التمويل العمومي هذايا باش مصادر تمويل، هذا موضوع كبير تاع الاحتراف المخلوط. اليوم نقاسيو نحن في الفاتوره هذه، طبعا ان شاء الله هذاك حد الباس وان شاء الله القادم. كان فما كلام سيرياف انه سمير يعقوب باش يوفر اجره شهريه، ما صارش هذا زاده؟ والله سمير ديما راهو يقعد من المقربين للنادي الرياضي البنزرتي، ما حبوش العباد تغلط، معناها كل انسان اعطيه حقه، ربما كل انسان عنده ظروفه. نحن معناها كنا نعولوا على معناها خونا سمير معناها باش يضخ لنا معناها سالير ولا حتى اقل، فهمني كل معناها هو شنو امكانياته. على كل حال ما نظلموش العباد، مازال سمير باش يعاون نادي البنزرتي كما عاونوا سابقا. يمكن صار خل صار سوء تفاهم، معناها نحن حبينا معناها نلطفوا الاجواء، الاعضاء الهيئه المديره اللي تحولوا لسمير يعقوب معناها باش نحلوا صفحه جديده، كنا نعولوا على جاس منه، ولكن ظروفه نحترموا العباد الكل، وسمير ما هو الا معناها ابن من ابناء البلده تاع النادي البنزرتي، وان شاء الله سمير معناها يبرهن في القريب العاجل اللي الشيء اللي نحكيو فيه يبرهنوا على ارض الواقع. اي وعدكم هو صحيح ولا؟ والله شوف هو ربما معناها سمير معناها استقبل اعضاء الهيئه المديره معناها ابوابه مفتوحه، ما نجمش هذو مضيف عنده، ربما صار خلط. نحن حابين معناها في المشي هذيك سمير معناها
يشعر بالمسؤوليه تتحرك فيه الشعر نتاع النادي الرياضي البنزرتي، وحتى حد ما نجم يزيد على الاخر في حبه النادي الرياضي البنزرتي. ربما نقول ظروفه ما نجموش ندخل في النوايا والخفيه، ولكن اللي هو مؤكد انه سمير يعقوب معناها سفيان بلانجور اللي باش معناها يعاون النادي الرياضي البنزرتي ربما في الخريف العاجل. ما نعرفش ما جاوبتنيش، متعمد ولا تحب تهرب من الاجابه سريان؟ لا والله لا، شوف انا معناها توا نحب نكون مجمع للعباد الكل، نحب معناها نقرب الناس الكل، معناها قلت لك حتى حد ما ينجم يزيد عليك في حب النادي الرياضي البنزرتي. اي اما السؤال هو وعد ولا لا سي رياض؟ والله لا سمير، ما وعدش باش يكون وعد، لا كل انسان عطي حقه. واضح هذا هو. بالنسبه لاقاله سفيان الحيدوسي، كان ثم اتهامات لي انه هو كان ولاد اضرابات، هذه انت اضراب نتاع البارحه؟ والله يا اسلام شوف، انسان خدم معنا معناها تعب معنا، ماذا بينا معناها كيما معناها دخلنا بالحزن نخرج بالحزن. اخونا سفيان ما نحبوش كلمات، ما نحبوش معناها معناها صفحه وتويناها. سفيان راهو معناها وقف معناها ما ننساوش معناها المجهودات اللي عملها. على كل حال هذه مكتوب، هذه معناها هذه كوره، هذه مدرب اليوم في سي ابي غدو في جمعيه اخرى اللي فيها ترنير، وحتى حد معناها ما ينجم يكبر على النادي الرياضي البنزرتي. دونك سفيان معناها ماذا بينا بنقص كلمه، نحن توا نحبوا اكثر خدمه في التراب وشويه كلام البلد. الاقاله تمت خد طلب مستحقات وحاجه هكا؟ والله شوف شويه معناها ونحن عارفين سفيان معناها مناح للملاعبيه نتاعو، نحن يعرف الوضعيه نتاعنا، نحن معناها رانا معناها حاولنا باش نوفروا السيوله الماليه، حاولنا نلقاو حلول، حسينا اللي سفيان معناها ربما يصبر ربما على اعصابه. ما نجمش يكون معناها منحاز للهيئة المديرة، منحاز للملاعبية نتاعو. نحن في الظرف هذا معناها 72 ساعة قدام ماتش معناها اللي مهم معناها في مصير نادي الرياضي البنزرتي، دونك كنا نجم نطوقوا الأمور. ربما هو راه نظرته هكاكا، ما نعرفش. فما حسينا خلقة أزمة نتاع ثقة، ربما وعدوه قبل وما وفاوش، كل إنسان عطيه حقه. فصار معناها ماذا بينا الحكاية توفى لهنا، ومعناها بنقص كلمات، وسفيان ديما يقعد خونا وعلى راسنا وعينينا. هذا هو. في ظل الازمه هذه تحركت اليوم، قابلت في اجتماع السيد حمدي المدب، ديجا حتى التصويره انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سي رياض، وظهر لي فما اخبار طيبه لاحباء السيابي. والله اليوم تقابلت مع السيد حمدي المدب، معناها مشكور معناها اليوم معناها في سوفور دان كونترا دو سبونسورينغ، كان متجاوب، كان معناها متعاطف مع الوضعيه نتاع النادي الرياضي البنزرتي. سي حمدي هذايا ماهوش غريب عليه، لان اليوم قصدنا دار كبيره، اليوم النادي الرياضي البنزرتي في ازمه، صحيح راهو حقوق النادي الرياضي البنزرتي الكل محفوظه. تفصل سي حمدي معناها اليوم عمل جاس اللي في معناها في حجم النادي الرياضي البنزرتي. ونحن فرحانين وشكرا للسيد حمدي البدر. اي اعطينا شويه تفاصيل على الكونترا سي رياض. والله هذا الكونترا نتاع سبونسورينغ معناها كيما معناها هذا ديالج معناها في الكوره. نحن المريول تاع النادي الرياضي البنزرتي فارغ اليوم، معناها بمبادره مني شخصيا معناها اليوم معناها حاولنا نفتحوا قنوات اخرى باش التمويل، باش نحاولوا معناها نضخ اموال في كاس النادي الرياضي البنزرتي، ما قعدش مكتوف الايدي. اليوم معناها ما حاولنا نخرجوا من بنزرتي نتوسعوا. يا خويا النادي الرياضي البنزرتي اليوم معناها كل انسان عنده ظروفه، شركة المنتصبة عندها ظروفها، نحن مانيش تقعدوا فريجيه، النادي الرياضي البنزرتي قاعد يخلص في فاتوره غاليه. دونك اليوم التجينا للسيد حمدي المدب كيف لا كيف برشا نوادي، دونك في اطار معناها راني قلت لك معناها في اطار معناها السبونسورين، طبعا معناها كل شيء في كنف الشفافيه، وبعدها كونتراي قلت لك يليق بحجم النادي الرياضي البنزرتي. هذا هو. قداش ديوري؟ ديوري عامين. كل عام فما مونتون هكا؟ هكا اي الناس منافع مونتون قداش ولا؟ والله هذوما دي كونترا معناها نورمالمون تبع في تقرير مالي يخرج كل شيء. اي هو باش يخرج باش يخرج، خلينا نعرفوه ما يسالش مادام باش يخرج هو. مش مشكل، كل حاجه عندها وقتها فهمني، في معناها واجب تحفظ بتاتر معناها كلي ما نعرفش انا بتاتر ما نحبوش نعملوا بوليبيك ولا حكايه سبحان الله. دونك اللي هو مؤكد انه سيد حمدي المدب معناها في ظرف صعيب معناها في الفتره اللي مر فيها النادي الرياضي البنزرتي، شفت معناها المشاكل نتاعنا اللي هي السبب نتاعها هو مادي. سيد حمدي المدب معناها معناها تم استقبالي معناها، وهذا هو معناها، وكان في معناها في مستوى معناها راقي جدا عبرنا به. ومجددا معناها العائله الموصله للنادي الرياضي البنزرتي معناها ممنونه لسيد حمدي المدب شخصيا،
ومعناها وان شاء الله معناها ربي يقدرنا ومعناها ورجعوا له معناها الاجازه اللي فما 300 مليون في العام ولا في العامين تقريبا 300 مليون في العام ب ما يغيظش شويه سي رياض هذا انه تلقى معناتها سي حمد المد في 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 الظرف هذا ما تلقاوش في رجال بنزرت معناها والله شوف احنا في الرجال بنزرت معناها ما زالت الشامبيونا معناها تو باش ندخلوا في الفيراج الاخراني معناها ما زالت الفرصه موجوده باش الناس معناها تحاول باش تخرج هذه بنزرتي باش معناها باش يكون الدعم المالي موجود الابواب ما هيش مسكره مفتوحه اليوم نحن ما قعدناش نتفرجوا معناها في ظل الوضعيه الماليه معناها الكارثيه في نادي البنزرتي تصرفنا باش شهاداتنا تفاصيل معناها الابواب مفتوحه ومعناها ما نخفيو حتى حد وربما الكل عابد عنده اسباب واعذار وما نحبش نظلم العباد نحب نقلب الناس الكل الناس الكل نورمالمون معناها اليوم هاني معناها دعوه عبر الاذاعه نتاعكم معناها اللي حد يعاون يتفضل وان شاء الله معناها القادم خير للنادي الرياضي المنظري وعشان النادي الرياضي المنظري. في المقابل باش نجم يستفيد تراجم لاعبيه من السيابية في مقابل كونترا هذا ولا حاجه هكا ولا ليه صعيب؟ لا 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 قلت لك كلمه قلت لك حقوق النادي الرياضي المنظري الكل محفوظه اليوم معناها كي حكينا مع سيد حمدي المدب معناها رانا نمثلوا معناها النادي الرياضي المنظري دونك هذا في اطار معناها كونترا ما نخلطوش الامور. ومعناها بتفاصيل معناها صاروا معناها صاروا اللي توهم صارت على الملاعبيه مشاو من الترجي للسيابيه ولا من السيابيه للترجي هذه ماهيش اول مره دونك بالنسبه لنا نحن معناها بول ماما ما نخلطوش الامور اعطينا في منع النادي الرياضي البنزرتي وبالطبيعه هذه معناها الابواب مفتوحه للنادي البنزرتي مش اول مره باش يبيع ملاعبيه ولا باش يجيب ملاعبيه دونك سي با ماهوش موضوع سي خاطر في وقت من الاوقات خرج كلام على حليم الدراجي هك ولا والله ما عنديش معناها ما لا ما الموضوع ماهوش معناها موجود ما ديجا ما جبدوش سيد حمدي المدب والتراجي معناها نصور معناها كان عنده اي حكايه معناها يطرخ الابواب معناها ويدخل معناها ما نصور الموضوع هذا ما نعرفش حسب رايي ماهوش موجود ماهوش معناها مقايضه هذا بهذا لا لا مش موجود اخر سؤال سامحني كان طولت عليك سي رياض ما نجمش يمس شويه مصداقيه اللعبه اليوم في رئيس جمعيه منافسه يعاون في يعاون في السيابي والله شنو نقول لك نحن ساعه بور كومونسي الترجي لعبنا لها لو روتور كملنا معاها دونك وديجا شفتوا التونسيون اللي صارت في ملعب زرزونه معناها مقابلتها مع الترجي رانا معناها مصالح النادي الرياضي البنزرتي محفوظه اليوم لازم نبدلوا العقليه النادي الرياضي البنزرتي معناها فما عباد معناها معتمده على المصالح نتاعو نحن ما نبيعوش نشريو خدام المصالح النادي الرياضي البنزرتي معناها في حمدي معناها ديما نرجع ونقول معناها كان وقت الضيق معناها بالحق في المستوى ومعناها ومشكور تفاصيل معناها ما نجموش معناها ما نحبوش معناها ما نقولوش الامور لا لا هذه كل حاجه في اطارها وتفاصيل هذا موضوع ماهوش مطروح معناها جمله في مخاخنا واذا كان باش تجينا ترجي وباش نرفعوها راه باش نرفعوها حتى ما في تونس كنا نلعبوا الكره باش تعطينا باش نرفعوها نرفعوها معناها لا لا ما نبيعوش نشريو يعطيك الصحة شكرا لك سي رياض وبالتوفيق ان شاء الله للسي ابي ان شاء الله يخرج من الازمه الماليه الخانقه اللي قاعد يعيش فيها اليوم دونك كما زلنا مواصلين في فير بلاي حتى الخمسة بتاع العشية كما تعودتوا كل يوم من الثلاثة للخمسة من الاثنين للجمعة موزيكا